بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم الوقوف لأداء السلام السلطاني. Will you please stand up for the national anthem? وأعضاء مدرسي الأمناء والتنفيذين بالجامعة الوطنية الأفاضل دكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة راعي حفلنا هذا ضيوفنا الأفاضل أهلا وسهلا بكم جميعا بالجامعة الوطنية لنحتفل سويا بارتداء المعطف الأبيض وأداء القسم الصيدلاني لطلبة المرحلة النهائية في كلية الصيدلة إن هذه الاحتفالية تعد إشارة انطلاق طلبة الصيدلة لبدء دورات التدريب السريرية الخاصة بهم حيث اتبع هذا التقليد في كليات الطب والصيدلة والتمريض تعزيزا لبث الشعور بالمسؤولية المهنية لدى الصيادلة الجدد ضيوفنا الكرام نبدأ حفلنا هذا بخير مستهل بآيات من الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ضيوفنا الأعزاء يسعدنا الآن أن نستمع إلى كلمة الدكتور علي البيماني رئيس الجامعة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الأفاضل أعضاء مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي مسؤولي الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ضيوفنا الكرام من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ومستشفى القوات المسلحة وجامعة السلطان قابوس الأفاضل الحضور من الهيئات الأكاديمية والفنية والإدارية أولياء الأمور الكرام أبنائي وبناتي طلبة الجامعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بكم جميعا في الجامعه الوطنيه للعلوم والتكنولوجيا لنحتفل سويا بارتداء المعطف الطبي لطلبه المرحله النهائيه في كليه الصيدله. لقد شاءت الاقدار بان تكون احتفاليه هذا العام افتراضيا لظروف الجائحه، والتي نسال الله تعالى بان تمر بسلام على الجميع. إن هذه الاحتفالية تعد إشارة انطلاق لطلبة الصيدلة لبدء دورات التدريب السريرية الخاصة بهم، حيث يتبع هذا التقليد في كليات الطب والتمريض والصيدلة، تعزيزاً لبث الشعور بالمسؤولية المهنية لدى الصيادلة الجدد. كما أن هذه المناسبة هي تأكيد لرمزية المعطف الأبيض للمهن الطبية. وأود في مستهل هذه الاحتفالية بتوجيه كلمات الشكر والامتنان لجميع داعمي برنامج بكالوريوس الصيدلة بالجامعة الوطنية من المؤسسات الحكومية والخاصة، وحرصهم على إبراز دور الصيدلة وأهمية الصيادلة في مهنة الرعاية الصحية. كما تقدم بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئة الأكاديمية والفنية والإدارية بكلية الصيدلة لدورهم الكبير في تطوير مناهج الدراسة لتواكب أحدث التطورات في مجال العلوم الصيدلانية. وأسأل الله تعالى القدير بالتوفيق لأبنائي وبناتي طلبة كلية الصيدلة في مسيرة التحصيل العلمي، لكي يكونوا روادا في مجال مهنة الصيدلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نستمع لرسالة من الدكتور سالم العريمي نائب رئيس الجامعة إلى أبنائه وبناته طلبة كلية الصيدلة. الرحمن الرحيم، يسرني بصفة خاصة أن أهني كل واحد منكم أثناء تحقيقكم لهذا الإنجاز الهام في حياتكم المهنية، وإنه لا يساورني أدنى شك في أنكم قد عملتم بكل جهد وجدية لتحقيق هذا الهدف المتمثل بالالتحاق بكلية الصيدلة، وأن في حصول كل واحد منكم على معطفه الأبيض في هذا اليوم الأقر إذاناً ببداية رحلتكم في عالم الصيدلة. إن حفل مراسم المعطف الأبيض يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبلكم المهني، وهو الترحيب الرسمي بكم في مهنة الصيدلة ومستقبلكم فيها. وإنني أعتقد بأن أصعب ما ستجدونه في حياتكم المهنية هو التساؤل الدائم عن سبب قيامكم بشيء ما. في الحياة لديكم خياران، حيث يمكنك اختيار أن تكون شخصاً رائعاً أو يمكنك اختيار أن لا تكون ذلك الشخص الرائع. فإن في مثل هذا المجد لا يأتي من الآخرين، فهو إحساس داخلي وذاتي. وأنتم تتوشحون بهذا المعطف في هذا اليوم الجميل، آمل أن تفكروا ملياً في المسؤولية الكبيرة التي يرمز إليها هذا المعطف الأبيض. اعتبارا من اليوم يتوقع منكم العمل بصورة دائمة وبلا كلل لضمان حصول المرضى على أقصى فائدة من أدويتهم وبأقل قدر من المخاطر. وفي الختام أتمنى أن تتحلوا بالثقة في أنفسكم، وأن تواصلوا مساعيكم بحثا عن الآخرين الذين يثقون بكم، واسعوا دائما خلف طموحاتكم بشغف وتبني الفرص الكامنة، وتذكروا دائما سبب وجودكم هنا، واستمتعوا بهذه الرحلة الرائعة. ونبقى الآن مع كلمة الدكتور محمد الربيعي المدير العام بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة. ومشاركة بهذه المناسبة نستمع أيضا لرسالة من شريكنا الأكاديمي بجامعة ويست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأخرى من جامعة جي أس أس من جمهورية الهند. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. الفاضل الدكتور خالد بن أحمد بلوشي عميد كلية الصيدلة المحترم، الأفاضل أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة، الأفاضل أولياء أمور الطلبة، أخوان الطلبة والطالبات، الزملاء الأعزاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم وأشارككم احتفالكم هذا، والذي اعتادت الكلية على إقامته في هذا التوقيت من كل عام بهدف تسليم المعطف الأبيض
لطلاب وطالبات السنة النهائية إذانا واستعدادا لدخولهم مرحلة التطبيق والممارسة العملية للعلوم الصيدلانية التي نهلوها خلال تواجدهم بهذا الصرح الذي ولد عملاقا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عملاقا في مناهجه وعملاقا بتواجد نخبة مميزة اختيرت بعناية لتتولى مهام التدريس بالكلية والمساهمة في إعداد جيل من صيادلة المستقبل شكلوا وسيشكلون الإضافة النوعية للعمل الصيدلاني ولمهنة الصيدلة بالسلطنة بصفة عامة، سواء كان ذلك بالقطاع الصحي الحكومي أو القطاع الصحي الخاص. إن أهمية تطوير الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع والتي تعتبر هدفاً من أهداف التقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي هي ضرورة من ضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد أهم هذه الخدمات هي الخدمات الصيدلانية والتي تلعب دوراً أساسياً في وقاية المجتمع وعلاجه من الأمراض، ويلعب الصيدلاني دوراً بارزاً في حماية صحة المواطنين ضمن إطار النظام الصحي، بل ويعتبر العمود الفقري لهذا النظام نظراً لاحتكاكه المباشر مع المرضى ولما يتمتع به من علم ومعرفة متخصصة في مجال الصحة والدواء. فالممارسة الجيدة لمهنة الصيدلة تدعم وبشكل أساسي بنية الرعاية الصحية وتشكل حيزاً هاماً في إتمام عملية علاج المريض. وإن الاتصال المباشر واليومي الناتج عن تواجد الصيدلي الدائم في صيدليته يؤمن للمريض الاستفسار عن استعمال الدواء وملابساته، فالصيدلي هو وحده الذي يلم إلماماً كاملاً بتركيب وتحضير وتطوير الدواء، وهو الذي يدرك الآثار الجانبية والتضادات والتفاعلات مع الأدوية الأخرى، كما يدرك حركية الدواء مع الغذاء. لذلك يؤكد الجميع بأن مصلحة المريض تكمن في استشارة الصيدلاني في سائر أمور الدواء ومساهمته الفعالة في تطوير الخدمات الصحية، ترجع لكونه على اتصال دائم بالمجتمع. لذلك تعتبر مهنة الصيدلة من المهن المهمة والأساسية في أي نظام صحي في العالم. ولقد درجت العادة على تعريف الصيدلاني بأنه ذلك الشخص الذي يستخدم مهارته في تحضير وحفظ وتركيب وصرف الأدوية، ويتمثل دوره في الممارسات الصيدلانية في الإدارة العامة للمؤسسات الصيدلانية من صرف الدواء ورعاية المرضى. وما لا شك فيه أن الصيدلاني يحمل عبئاً كبيراً في تطوير المهنة والارتقاء بها لتواكب ركبة التطور الكبير الذي يجري في قطاع الدواء. فتقدم العلوم الصيدلانية مستمر، والتقنيات الصيدلانية الحيوية واللقاحات الناتجة عن الهندسة الوراثية وظهور طرق جديدة لإعطاء الدواء تحكم على الصيدلاني أن يواكب هذا التقدم العلمي، ولا يمكن أن يتم تحقيق ذلك إلا بالتعليم الصيدلاني المستمر. ويجب الانتقال من مفهوم الخدمات الصيدلانية إلى الرعاية الصيدلانية، لأنها أشمل في تحمل المسؤولية من قبل الصيدلي تجاه الوسط الذي يعيش فيه وللوصول إلى رعاية شاملة لأفراد المجتمع. كما أن سوق العمل لخريجي الصيدلة هو من أوسع أسواق العمل مقارنة بالتخصصات الأخرى، حيث نجد أن لخريج الصيدلة عدة خيارات يسوقها في حياته المهنية تمكنه من تحقيق ذاته والتفوق بكل المنافسات في سوق العمل أينما وحيثما اتجه وأينما كانت تطلعاته. فالصيدلي يستطيع العمل في شتى مجالات الرعاية الصيدلانية كالصيدليات بأنواعها المختلفة الحكومية والخاصة، وصيدليات المستشفيات الخارجية والداخلية، وفي أقسام المستشفيات المختلفة، وفي الصيدليات الخارجية، وفي استيراد وتوزيع وتخزين وبيع الأدوية والرقابة الدوائية والترويج العلمي ومكتبات ومكاتب الاستشارات الصيدلانية والعمل الأكاديمي والعمل والبحث العلمي وتطوير الأدوية وتحليلها وتصنيعها والمعلومات الدوائية والممارسة السريرية العامة والمتخصصة. الأخوة والأخوات الأعزاء، لا يسعني إلا أن أتقدم لكم
بالشكر الجزير لدعوتكم لي للمشاركة في احتفالكم هذا، والتهنئة موصولة للطلاب المحتفى بهم، والذين نتمنى أن يكون ارتداءهم للزي الأبيض حافزا لهم لمزيد من التحصيل العلمي والاستعداد الجيد للانضمام لزملائهم الذين سبقوهم في هذا المجال، وتمنينا لهم التوفيق والسداد في مستقبل حياتهم مشرق بإذن الله. وكلمتي الأخيرة لهم في هذا اليوم: حق لكم أن تفخروا بوطنكم، وطن السلام والوئام، وحق عليكم أن تباهوا به وتعطوه وتعمروه بالعمل والإنجازات. في هذا اليوم حق لكم أن تفخروا بوالديكم، فقد أنجبوا وربوا بدون حساب، فكان لزاما عليكم أن تبروهما وتوقروهما وتقبلوا أيديهما وتحققوا تطلعاتهما فيكم، وذلك أدنى درجات العرفان. في هذا اليوم حق لكم أن تفخروا بأنفسكم بما بذلتم من عرق وتعب وكفاح. في هذا اليوم حق عليكم أن تكونوا سفراء لكليتكم ومعلميكم بالجد والاجتهاد والمثابرة والإخلاص والأمانة والمبادرة الحسنة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello and assalamu alaikum. I'm Dr. William Petros, Dean of the West Virginia University School of Pharmacy. It's an honor to speak with you today. I would like to thank your dean, Dr. Khalid Abolushi, for allowing me to take part in this ceremony. It has been just a little over a year since I had the opportunity to visit Oman, and I still hold onto the very fond memories of its people, the country, and your University of Science and Technology. I certainly hope to return in the future, inshallah. The White Coat Ceremony is a milestone marking the beginning of your professional career as you take a big step into utilizing much of the knowledge you've acquired over the last 4 years to improve the health of others. If I were to ask you to provide one or two word descriptor of what it would be like to be a pharmacist, what comes to mind? Your role would be greater and opportunities far broader than what you might imagine. In essence, it could range from improving the health of an individual person to even changing the way pharmaceuticals are used throughout the world by conducting innovative research. And so I want to take just a few minutes to share some descriptors, 10 in total, of what you will experience over the last step in your education, as well as enter your future as a pharmacist. Number one, you'll become a learner, applying your knowledge to explain drug action, solving therapeutic problems, and advancing patient care. You will become a caregiver by providing patient-centered care as the medication expert. You'll become a manager, managing patient healthcare needs using personal, financial, technological, and physical resources. You'll become a promoter or innovator, designing prevention, intervention, and educational strategies to manage chronic disease and improve health and wellness. You'll become a researcher or problem solver. You will learn to identify problems and explore potential strategies and design, implement, and evaluate solutions. You'll become an educator, educating audiences by determining the most effective and enduring ways to impart information. You'll become a patient advocate, assuring the patient's best interests are represented. You'll become a collaborator, actively participating as a healthcare team member by demonstrating mutual respect, understanding, and values to meet patient care needs. And you'll become an includer, demonstrating an attitude that is respectful of different cultures and different patient beliefs. And finally, you'll become a communicator, effectively communicating verbally and non-verbally when interacting with patients and groups. Now, as you go through your clinical experiences, think back to these descriptors and see how your thoughts and skills and attitudes have changed as they shape you into these new roles.
Recently, several of our WVU pharmacist faculty and alumni have been interviewed by both national and international news programs because they provided leadership to our state, achieving the highest national rank in COVID-19 vaccination and administration. If you'd like to hear some of these inspiring interviews, please visit the front page of our WVU School of Pharmacy website. Make no mistake about it. Just in the last 2 months, pharmacists have saved thousands of lives of individuals by giving vaccinations. Your pharmacy education is enabling you to acquire a very unique set of skills, and I challenge you to imagine and invent new opportunities which could lie ahead in your careers, and then make the most out of those as they impact on people's health. To conclude, I'd like to offer my sincerest congratulations on receiving your white coat. Wear it with pride, humility, and always the promise of joyfully serving others. A very warm greetings to you all. I am Dr. M. Ramesh, Professor and Chair, Department of Pharmacy Practice, JSSHR Mysore. It gives me immense pleasure to share my thought on this white coat ceremony day about the experiences that we had with the trainee BPharm students of National University of Science and Technology, Muscat, who underwent 7-week long clinical pharmacy training at JSSHR Mysore, India. We have long association with NUST in training BPharm students, and our journey dates back to 2016, where we received the first batch of students, and thereon every year students visited JSSHR Mysore for their clinical pharmacy training. Since then, all the students who visited our practice site have had a greater exposure to the varied practice settings, such as inpatient facilities, including specialty practices, ambulatory care, hospital pharmacy, drug and poison information center. Students were trained on real-time exposure to basic and advanced concepts of clinical pharmacy practice to enrich their knowledge and skills in the area of patient care. In addition, students have had an opportunity to get exposed to few of the best practices adopted at our site, including Cotfield Drug Distribution System, JSS MINDS initiatives, anticoagulation clinic, medication error reporting and monitoring program, and interprofessional education. This enabled them to have had enhanced learning experience. During the training, students used their time very productively and meticulously to gain an understanding on advanced aspects of clinical pharmacy practice. They worked with the multidisciplinary team and regularly interacted with assigned preceptors, healthcare professionals, and health profession students. They exhibited professional behavior with healthcare team, patients, and preceptors, and maintained a very good professional relationship with all of them. Also, they were very well balanced with the cultural, social, and academic aspects during their training. We observed that the NUST students were very punctual, hardworking, caring, and aspiring to learn more. This alone shows the efforts of all stakeholders of NUST in this successful graduation. Nevertheless, we know that learning never stops. The more you seek, the more you learn, and learning is a never-ending process. Today, I am happy to note the commitment, dedication, and the attitude that all these graduates have to take their profession to the next level for the benefit of the society. I congratulate all the faculty, supporting staff, students, and the parents, and all other stakeholders of the National University of Science and Technology for their marvelous efforts in bringing up the successful graduates with passion for service. On behalf of all the staff and students of JSSHR Mysore, I congratulate all these graduates and I wish them all the very best for their future endeavors. Thank you all. أما الآن نترككم مع العرض المرئي لطلبة كلية الصيدلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. معكم زميلكم الطالب ميثم. بداية أود أن أهنئ وأبارك لنفسي ولجميع زملائي الطلبة في هذه المناسبة الجميلة وهي حفلة ارتداء المعطف الأبيض. حفل ارتداء المعطف الأبيض وأداء قسم المهنة هو يوم مميز ومهم، وهي لحظة ينتظرها كل طالب في هذا التخصص بشغف. وأنا فخور جدا بأني وصلت لهذه المرحلة رغم كل التحديات والصعاب واللحظات التي عشناها الممزوجة ما بين الخوف والقلق والفرح، وما هي إلا حصاد من ثمرة الجد والاجتهاد حتى وصلنا لتلك المرحلة. وإنه ليسعدني بأن أكون أحد أعضاء المجلس الطلابي طيلة تلك الأربع سنوات وبأن أكون ممثل الدفعة. وأيضاً أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والكادر الوظيفي في الكلية على ما بذلوه من جد وإخلاص وتفاني طيلة مشوارنا الدراسي، وعلى رأسهم الدكتور علي البيماني رئيس الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ونائب الرئيس الدكتور سالم العريمي وعميد كلية الصيدلة الدكتور خالد البلوشي والمغفور له بإذن الله تعالى الدكتور ياسين اللواتي رحمه الله. بالرغم من الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا، لقد بذلت الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا أقصى الجهود لمواكبة المسيرة التعليمية لنا، وذلك من خلال استحداث أساليب وبدائل تعليمية جديدة ومتطورة. ختاماً، أتمنى لجميع زملائي الطلبة التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية. Each student in here had their own experience, which will definitely be full of knowledge and experience. These experiences may not only be about our major, but also life lessons. Our passion in serving the community and ensuring patient safety are the main core of our major. My white coat represents the privilege to serve those in their greatest time of need. تجربتي في الجامعة الوطنية وتحديداً في كلية الصيدلة كانت بمثابة مغامرة شيقة فيها الكثير من التحديات، ولعل أبرزها ما عشناه في الفترة الماضية والوسائل التي استخدمناها لإكمال العملية التعليمية وجمع من الخبرات التي يتلخص في التعمق أكثر في معرفة الداء والدواء. أما عن المهارات التي لازمتنا طيلة فترة الدراسة فهي معرفة كيفية التواصل الصحيح مع المرضى وأيضاً ضمان سلامة المرضى عند إعطاء الدواء. Congratulations! Be proud of all the journey you have undertaken despite all the circumstances you have all been through. Remember, your white coat represents your ability to make a difference. My white coat represents my ability to make difference in patient health. والآن ندعو الدكتور خالد البلوشي عميد كلية الصيدلة بالجامعة الوطنية لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس وأعضاء مجلسي الأمناء والتنفيذي بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة راعي حفلنا هذا، ضيوفنا الأعزاء عبر الأثير، زملائي وزميلاتي منتسبو كلية الصيدلة، أبنائي وبناتي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حفل ارتداء المعطف الأبيض وأداء القسم الصيدلاني لطلبة كلية الصيدلة، والذي جاء هذا العام بصورة افتراضية، وتأتي هذه الاحتفالية السنوية إيذاناً ببدء طلبة كلية الصيدلة لبرنامج التدريب المكثف في المستشفيات والصيدليات المختلفة، حيث تولي الكلية التدريب العملي أهمية خاصة ويعتبر جزءاً أساسياً في برنامج بكالوريوس الصيدلة، والذي تسعى الكلية من ورائه لتقديم برامج أكاديمية متجددة تواكب أحدث العلوم الصيدلانية، وذلك بالشراكة مع جامعة ويست فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وأود من هذا المنبر أن أوجه رسالة إلى أبنائي وبناتي طلبة كلية الصيدلة بأن أداءهم للقسم الصيدلاني وارتداءهم للمعطف الأبيض هو إذان ببدء مسيرتكم المباركة والتزام منكم بالمعايير الأخلاقية والمهنية والعملية لمهنة الصيدلة،
وفي ختام هذه الكلمة أتوجه بالشكر الجزيل لجميع منتسبي كلية الصيدلة من أكاديميين وفنيين وإداريين ولوزارة التعليم العالي ولجميع المؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لبرنامج بكالوريوس الصيدلة بالجامعة الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور خالد على هذه الكلمة الرائعة. ضيوفنا الكرام، نبدأ الآن مراسم ابتداء المعطف الأبيض. نبدأ أولاً بأسماء الطلبة المتفوقين أكاديمياً لهذه الدفعة، ويتبعهم ثم أسماء زملائهم الآخرين من طلاب الدفعة. رامي أشرف محمد، سجا يعرب عبد الله، ملاك أياد محمد، كوثر محمد فرج البسعيدي، منى محمود محسن قاسم، آلاء محمد أحمد بيت آل عتيق، عبد الكريم محمد سليمان الشماخي، ميثم مهند قاسم، شيماء أحمد عبد الكريم، أمل عبيد علي الزيدي، علي يوسف عبد الإله، نور محمد مرعي، محمد سعد أزهر عقراوي، منى سالم خلفان الرحبي، امتثال طالب منصور الريامي، أريج يونس سليمان التوبي، فاتن فرات أحمد أسعد، عائشة يزيد الشاعري، فاطمة مرهون الجابري، خديجة خلفان البلوشي، نورة يونس خميس الجديدي، غيد محمود حسن العبيدي، تسنيم حمد سالم الراجحي، إيمان إسماعيل يعقوب البلوشي، سندس حمود علي الإسماعيلي، سيف راشد سعيد الزيدي، وسندس سعيد حارب المعمري. نكمل أسماء باقي الدفعة تباعاً. الغالية ناصر علي حميد المرشودي، آمنة مهند الجبوري، أوصاف سعيد محمد، ضرغام مهند كاظم الزبيدي، فاطمة عبد الزهراء خليل إبراهيم عيسى، حنين حيدر طه المسوي، خلود هلال سعيد خميس المربوعي، مآثر محمد خلفان الرحبي، مها حميد محمد الوهيبي، ميس أسامة محمود، منى ياسر حارب الشكيلي، مروى سيف حميد الحبسي، مريم سلطان ماجد الزعابي، محمد فاهد مهدي، متاب خالد، علا مفيد سلمان، رانيا أيمن بسيوني، راوية سعيد حميد الفارسي، سالمة سالم محمد العزري، سالمة سليمان اليحيائي، سارة ياسر مجيد، سهى أحمد سعيد، تسنيم إبراهيم حمود الرحبي، طيبة مكي،
ياسين محمد حسين العلاق، ياسمين مهدي، وزينب عقيل جاسم نسيم. كل التوفيق لجميع الطلبة. الآن نرجو من جميع الطلبة الاستعداد حسب الإرشادات الموجهة لهم وترديد القسم مع العميد الكلية. والآن يتفضل الدكتور خالد البلوشي عميد كلية الصيدلة لإلقاء القسم الصيدلاني على الطلبة. I would like to check, can you hear me all of you, dear students? Yes, doctor. Okay, let's start now. Yes, doctor. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أن أتقي الله في أدائي لمهنتي. أن أتقي الله في أدائي لمهنتي. وأن أكون مخلصاً لعملي. وأن أكون مخلصاً لعملي. أن أصون حياة الإنسان. كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال، وفي كل الظروف والأحوال، باذلا كل جهد ممكن، باذلا كل جهد ممكن، ساعيا لإنقاذها من الهلاك والمرض، ساعيا لإنقاذها من الهلاك والمرض، والألم والقلق. والقلق. وأن أحفظ للناس كرامتهم. وأن أحفظ للناس كرامتهم. الناس كرامتهم. وأكتم أسرارهم. أكتم أسرارهم. وأن أكون على الدوام. وأن أكون على الدوام. وسيلة من وسائل رحمة الله. وسيلة من وسائل رحمة الله. باذلا رعاية الصيدلانية. للقريب والبعيد. للقريب والبعيد. الصالح والطالح. الصالح والطالح. وللصديق والعدو. للصديق والعدو. وأن أثابر على طلب العلم. أثابر على طلب العلم. وأسخره لنفع الإنسان. دفع الإنسان لا لأذاه، لا لأذاه، أن أوقر من علمني، وأن أوقر من علمني، وأعلم من يصغرني، وأعلم من يصغرني، وأن أكون أخا لكل زميل، وأن أكون أخا لكل زميل، المهن الطبية، المهن الطبية. تعاونين على البر والتقوى. تعاونين على البر والتقوى. وأن أحافظ على أسرار المهنة. وأن أحافظ على أسرار المهنة. أحترم تقاليدها. أحترم تقاليدها. الله على ما أقول شهيد. الله على ما أقول شهيد. وفقكم الله إن شاء الله. كل التوفيق لجميع الطلاب. ضيوفنا الكرام، أما الآن فنستمع إلى كلمة من الطالب رامي أشرف بهذه المناسبة نيابة عن زملائه الطلبة. Good morning everyone. We have gathered here today to celebrate the white coat ceremony of the batch of 2021. Let me first introduce myself. My name is Rami Ashraf Muhammad Atiya. And I'm honored to have the opportunity to speak today and represent my badge. This year's virtual white coat ceremony is unusual. Credit to coronavirus, as you are not seeing the students standing physically in front of you and wearing their white coats. On the behalf of my entire badge, I would like to thank our instructors, lecturers, and every single member in the College of Pharmacy for their guidance and patience in teaching us. We truly owe you all that we are today. We should also thank our parents and our families for their love, prayers, and unconditional support. Wearing a white coat today and for the rest of our lives confers a sense of responsibility and privilege. I don't need to tell you what this coat represents. You have probably experienced it yourself when you saw a doctor or while you accompany any of your family members to a hospital or to a clinic. It really gives a sense of reassurance.
We have worked hard for the privilege to care for the human beings and for their safety. The journey in the university has been unforgettable. It has prepared us well for the future, whatever it may hold for us. These past 5 years have involved some of the most memorable and influential moments of our lives. But now we are at the end of this journey, and we should accept this. Individually, our experiences here are unique, but together we share a common bond as members of the batch of 2021, and soon to be the graduates of the NU, inshallah. Hope you enjoy your day, and thank you. والآن نبقى مع كلمة الطالبة منا ياسر الشكيري رئيسة المجلس الاستشاري الطلابي لإلقاء كلمتها عن دور المجلس الاستشاري الطلابي في كلية الصيدلة. Honorable chief guests, the dean, academic staff, parents and fellow classmates. My name is Manna Bint Yasir Shikeli and I am the president of the NU Student Council. I am delighted to welcome you all to our white coat ceremony. I would like to begin with a single word to all my fellow colleagues. Congratulations. I know this may not be the way that we have envisioned our white coat ceremony to be, but nevertheless, we should all be proud that we have made it past minister circumstances and be proud of getting this far. Even more impressing, your accomplishment comes in a particularly praiseworthy time during the midst of an international public health crisis. Now, we are at a junction where a chapter closes and a new one begins, up the ladder into clinical practice. I would like to extend my gratitude and many thanks to everyone in this batch for making our time in this college memorable. Through all the ups and downs, hard days, we had made it through. Also, a special thank you is extended for the Student Advisory Council, and especially Ms. Basma Saadi, which played an important role in keeping the wheel spinning. Once again, congratulations on this accomplishment. Wishing you all a successful, happy life. Thank you. تقديرا لطلبة المجلس الاستشاري الطلابي ونظرا لجهودهم البارزة خلال العام الأكاديمي تقوم كلية الصيدلة بتكريمهم وهم الطالبة منى ياسر الشكيلي الطالبة الغالية ناصر المرشودي الطالب ميثم مهند الطالبة فاتن فرات الطالب ضرغام مهند كاظم والطالب ياسين محمد حسين. تقديرا من كلية الصيدلة لجميع شركائها في تدريب طلبة كلية الصيدلة وتكريما لهم تشرف الكلية بشكر وتكريم مشرفي التدريب في المؤسسات الصحية والحكومية الخاصة وهي أولا قسم الصيدلة في كل من المستشفى السلطاني مستشفى جامعة السلطان قابوس مستشفى القوات المسلحة مستشفى خولة مستشفى النهضة مستشفى صحار مستشفى نزوة مستشفى الرستاق مستشفى الرفاعة مستشفى بدر السماء مستشفى ستار كير ومستشفى مسقط الخاص. ثانيا صيدليات المجتمع صيدلية مسقط الصيدلية العلمية وصيدلية طيبة وأيضا الشركة الوطنية لصناعات الدوائية بالرسي. أما الآن ندعو الدكتورة ألكا أهوجة رئيسة برنامج الصيدلة في كلية الصيدلة بالجامعة الوطنية لإلقاء كلمة الختام والشكر. Very good morning, everyone. On behalf of the College of Pharmacy, I congratulate all our dear students who have been roped today and taken the pledge to practice the profession of pharmacy with honesty and integrity. Parents of the students deserve special thanks for the efforts they have taken to prepare their children to shoulder responsibilities of a sincere health professional. I would like to thank the Board of Trustees, our Vice Chancellor, Dr. Ali Al-Bemani, Dr. Salim Al-Remi, our Deputy Vice Chancellor and Provost, Professor M.P. Nair, our Chief Finance Officer and Executive Advisor, Dr. Saleh Al-Sevi, and Dean Dr. Khalid Al-Balushi for the continuous support and guidance.
I would like to acknowledge the contribution of Dean Dr. Yasin, may his soul be in peace, and Dr. Jay Shekhar, who was the head of the program and nurtured this batch of students. Our preceptors at the hospitals, community, pharmacies, and industry have helped our students learn the practical skills. A big thank you to all of you. I'll fail in my duty if I do not acknowledge the tireless efforts of the organizing team of the white coat ceremony led by Dr. Nida, and for planning this event in a meticulous manner. The IT team led by Dr. Abdul Samad and Ms. Salma Al-Ghailani ensured the smooth flow of the event. Mr. Sultan Al-Bakri deserves a special thanks for helping right from the beginning and making sure that the event goes well. Last but not the least, the entire faculty and lab staff deserve a big round of applause for being the guiding light for the students and grooming them into true professionals. The continuous support of the registration, finance office, library and information resources, student affairs office, marketing department, and our administrative support staff is deeply acknowledged. I would like to end with a small note. Education is not just accumulation of knowledge. It is the way forward to help become a good human being, serve humanity, and be humble in your gestures. People will forget how much you know, but they will never forget how much you cared for them. Only an education that can nourish inbuilt virtues can impart true intelligence. Stay safe, stay blessed, and soar high, dear students. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Atka. الآن ندعو الدكتور خالد البلوشي عميد كلية الصيدلة لتقديم هدية إذكارية لرئيس الجامعة الوطنية الدكتور علي البيماني راعي الحفل والدكتور سالم العريمي نائب رئيس الجامعة بهذه المناسبة يتفضل مشكور. بهذا نصل لختام حفل ارتداء المعطف الأبيض العام الأكاديمي 2020-2021 متمنين للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.